هذا ويواصل المترشحون للرئاسة المستقلون والحزبيون على حد سواء حملتهم الانتخابية للوصول إلى قصر قرطاج. وقد كان للمترشح المستقل مصطفى كمال النابي موعد مع أنصاره في قفصة، حيث قدم أهم نقاط برنامجه الانتخابي. ثلاث رسائل كبرى وجهها مصطفى كمال النابلي خلال اجتماع شعبي بولاية قفصة إلى المواطنين، تتعلق بالأمن أولا وإعادة بناء الدولة ثانيا ودبلوماسية في خدمة تونس، نقاط ثلاث تلخص الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. الأولوية الأولى أنه منساش أن التنمية الجهوية من أكبر الأولويات في تونس اليوم. الشيء الثاني وأن الإرهاب ومقاومة الإرهاب كذلك أهمية كبرى في تونس اليوم. والشيء الثالث وهو أن العلاقات بين تونس والجزائر، بين أشقائنا وبين التونسيين، هي من الأولويات اللي يجب ندعمها وصونها. تونس أمانة شعار اتخذه مصطفى كمال النابلي لحملته الانتخابية الرئاسية، أمانة لتجاوز مختلف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية نحو تنمية جهوية عادلة، وإعطاء إشارات إيجابية لشركائنا حول قدرة تونس على بناء اقتصادها من جديد. وحول موقفه من مقترحات مقدمة حول رئيس توافقي، أكدت مصطفى كمال النابلي أن الصندوق هو الفيصل بين جميع المترشحين في الانتخابات الرئاسية. من جهته تابع